اهلا وسهلا بكم اصدقائي حبايبي، شلونكم شخباركم؟ وياكم اخوكم مصطفى من المانيا برلين from inside Germany. طبعا حاليا قاعد يم البرجر كينج، المطعم هذا المعروف العالمي، وجيتكم اليوم بحلقه جديده وهي هل الالمان هم اغنياء او لا. هاي الحلقه تطرح نفسها دائما والناس تسال عليها دائما، هل الناس اللي عايشه بالمانيا هم اغنياء او لا. فراح اشرح لكم هسه على كم شغله يعني يستخدموها الالمان وشون عايشين حياتهم وشنو يشترون وشنو ما يشترون وهي الشغلات كلها، وعن طريقها راح تعرفون هل هما اغنياء او لا. يعني مثلا هسه نبدي بالشغله الاولى هي السيارات. شنو السيارات اللي يمتلكوها الالمان؟ طبعا هو السيارات عندهم يعني مثلا يستخدمون الاودي، المرسيدس، البي ام، الابل والى ما ذلك، يعني هاي الانواع العاديه جدا. يعني اكو منهم المان مثلا عندهم فلوس هوايه فيستخدمون السيارات الغاليه، واكو بيهم عندهم فلوس قليله مثلا يستخدمون السيارات الرخيصه. بس هم بالمجمل يعني مجمل حياتهم يستخدمون السيارات الرخيصة مو الغالية. فحتى لو يعني تلقون الرئيس مال ألمانيا مثلا كان عنده بايسيكل، رؤساء الدول عندهم بايسيكلات، عندهم مثلا سيارات بسيطة جدا ورخيصة جدا يعني مو غالية. فهسه راح أشوف يمكن أحاول أصور لكم هذا الشارع وتشوفون السيارات اللي يستخدموها الألمان شنو هي. تشوفون هاي السيارات يعني سيارات جدا بسيطة ومو سيارات غالية وإنما بسيطة جدا ورخيصة. هاي السيارات اللي هم يستخدموها يعني مو سيارات ذاك الغلة وإنما سيارات جدا رخيصة مو غالية. شوفوا مثلا حصل لكم شوية من الشارع السيارات مثل بعض الناس اللي يستخدموها. يعني سيارات جدا بسيطة مثل ما تشوفون. هاي السيارات الكهربائية عندهم أهم شيء مثلا اللي هي ضد التلوث الجوي. عندك يعني هاي هسه إذا أخلي الفيديو يستمر دقيقة كاملة فراح تشوفون ماكو سيارة حديثة، يعني جدا قليلات. مثل هاي السيارة الزرقاء حديثة تكون الأودي، يعني يشتروها هم هيك يعني إذا يعني استفادوا منها تكون سريعة وكذا، مو على مود يكون بيها قدام الناس او بالشارع. فهاي مثلا هسه حكينا على السيارات، راح نحكي بعد على فهم اكثرهم يستخدمون يعني السيارات الصغيره مو السيارات الكبيره، لان السيارات الصغيره موتورها يصير صغير وتصرف بنزين قليل مو بنزين هواي، لان احنا بالمانيا هنا البنزين كلش غالي. يعني هسه حاليا اللتر الوحدة بيورو و80 يورو 90، يعني ب2500 3000 عراقي، يعني دولارين ونص اللتر الواحد. فيعني مو سيارات غالية وإنما سيارات صغيرة وتمشي شوية سريع حتى يوصلون للشغل بسرعة. والشغلة الثانية إنه السيارة هنا يحتاج لها البارك بلاكس، تدفع عليها فلوس، يعني المكان اللي الجراج اللي تحط فيه سيارتك حتى لو كان مثل قبال البيت. عندك البنزين غالي، عندك تدفع عليها لازم ضريبة سنوية، ولازم تدفع عليها همات ضمان مال السيارة حتى إذا انضربت أو صار شيء، همات سنوي تقريبا 300-400 يورو، والبنزين مثل ما قلت لكم يعني كم هواي سوالف غالية. فالألمان يعني ما يشترون السيارة بسبب هاي الشغلات الصعبة اللي تصعب الحياة. يعني هم عندك شيء ثاني اسمه التوف، هذا كل سنتين ثلاثة يفحصون السيارة هم لازم تدفع عليها. الشغلة الثانية هي مثلا هم ليش أكثرهم ما يشترون سيارة؟ لأن عندنا هنا النقل العام، يعني احنا بالمانيا النقل العام كلش غالي. أنا سويت لكم حلقات عن الأوبان والترام والسبان وهاي الشغلات اللي هنا احنا نستخدمها بالمانيا، بس شوية غالية. يعني هي شوية غالية بس اكو اشتراك شهري تقدر تشترك به، اللي هو يكون بالشهر تدفع 80-90-100 يورو وتقدر تستخدم كل المواصلات اللي بالمدينة اللي انت ساكن بيها مثلا، وين ما تريد تروح وتجي ب80 او ب100 يورو شهر كامل.
فاكثريتهم هم ما يشترون سياره على مود اكو هاي المواصلات اللي موجوده بالشوارع. يعني هاي هم ما لها علاقه يعني بالاغنياء او لا، بس يعني بسطاء، حتى لو عندهم فلوس هوايه يكونون بسطاء. يعني هسه نرجع للسؤال مالتنا اللي هو هل الالمان اغنياء او فقراء؟ طبعا هم اغلب الالمان هنا عايشين الطبقه الوسطى، يعني لا هم اغنياء ولا هم فقراء، وانما عايشين الطبقه الوسطى. يعني عايشين حياتهم عاديه جدا. كل الالمان يعني تقريبا انا صار لي كم سنه هنا عايش، حسب ما شفتهم كل الالمان تقريبا عايشين بالطبقه الوسطى. يعني هم مثلا خلينا نقول ياخذ راتب 2000، اكو بيهم 3000، اكو بيهم 4000 يورو، يعني 40 ورقة يعني 4000 دولار، 3000 دولار، 5000 دولار، كلهم عايشين نفس العيشة، لأن هو فلوسه تقريبا يصرفها خلينا نقول على السيارة أو على المواصلات، بعدين يعني على السيارة واحدة يحتاج لكل شوية فلوس، يعني مع البنزين مثلا كل شهر خلينا نقول يفول فد 3 مرات، يعني هاي فد 200 ألف تروح. عندك مثلا إيجار البيت يدفع لازم يعني خلينا نقول 600-700 يورو، بس أقل شيء صار 500 يورو، 600-700، إذا ويا عائلة فيوصل حتى 1000-1200 أو 300 يورو. عندك مثلا لازم يدفع هواي سوالف، يعني مال الإنترنت مثلا الشهري، عندك مثلا الماي الكهرباء، مثلا عندك الصوبة مال البيت، هاي احنا عندنا هنا الصوبات تصير شو اسمها رئيسية وتندفع عن طريق شهريا أو سنويا. عندك الكهرباء هنا كلش غالية، ما لازم يدفعها من الفلوس اللي استلمها. الموبايل مثلا، عندك اشتراكات هواي مثلا الجيم، انا مشترك همات بالجيم، يعني هواي شغلات تدخل. عندك مثلا عندك الضمان مال البيت، مال الصحة، مال التقاعد، مال هواي سوالف، فما تبقى لك من هاي الالوف اللي تاخذها غير 1000 واحد او اقل، يعني خلينا نقول تبقى لك فد 30% من الراتب. فلذلك ما نقدر نقول يعني كل الألمان أغنياء أو أكثريتهم، وإنما هم عايشين من الطبقة الوسطى، لأن هم الألمان هنا يعني هاي الفلوس اللي تبقى عندهم يجمعوها، ومن يجمعوها خلينا نقول سنة كاملة سنتين، هم أكثر الألمان أول شيء يبدون يجمعون 3 سنوات مثل فلوس، بعدين كل سنة يجمعوها ويروحون بها سفرة، يعني خارج ألمانيا يروحون بها لأوروبا، لأي دولة، لمصر، وما يروحون أكثر شيء لتركيا، لهاي الدول المنعنة، فهم يجمعون فلوسهم يروحون لأي دولة بعدين من نهاية السنة. يعني ما يجمعون فلوس هواية حتى يصيرون أغنياء، وإنما يجمعون حتى يسافرون بها، حتى يتونسون بها، حتى يشترون بها سيارة، يشربون بها، يأكلون، يتونسون، هاي حياتهم. يعني ما عايشين على مود يجمعون فلوس بس حتى يصيرون اغنياء. بس اكو طبعا المان كلش هواي اغنياء، اللي هم عندهم قصور هنا، عندهم فيلل، عندهم سيارات ضخمه، بس دول مو هواي، قليل جدا. يعني خارج برلين بعدين اسوي لكم حلقه اراويكم الاغنياء مال برلين اللي عندهم الفيلل تصير وشقق كبيره كلش، شلون عايشين هنا بالمانيا، وعندهم بواخر عمات وهاي السوالف. بس هم دول مو كلهم، لان انا الحلقه دا اقول لكم اغلب الالمان، فاغلبهم من الحاله المتوسطه، الطبقه المتوسطه، مو كلهم اغنياء. يعني حتى تشوفون هنا اكثر الالمان او كل المانيا تقريبا يعني خلينا نقول 90% اللي عايشين مثل بالمانيا، اللي يعني اكثر شيء خلينا نقول بالاخص برلين، لان انا هاي المحافظه اللي عايش بيها، فاكثر شيء هنا يكونون مأجرين البيوت ما مشتريها، لان احنا هنا بالمانيا صعب كلش نشتري بيوت، وانما بس نأجر البيت ما نقدر نشتري. يعني الالماني اذا جمع فلوس هواي كلش فيقدر يشتري، بس اكثريتهم انا حسب ما دا اشوف مأجرين ايجار، ويعني هالشيء هذا غبي بمعنى الكلمه، مو كلش زين، لان هم يدفعون ايجار هنا على مود بيت يعيشون بيه طول حياتهم، وبعدين من يموت لو يطيل الكنيسه، لو يطيل ابنه يورثه او كذا، بس هو العفو هو هذا بيت ايجار، لا يطيل ولا ورث ولا كذا، لا انا غلطت، وانما يروح من عنده كل شيء، يعني بس عباره عن ايجار مو ملكه. بينما اكو شيء هنا ثاني بالمانيا اللي هو تقدر تسحب من البنك كريدت اسمه، تسحب من البنك وتقدر عن طريق هذا الكريدت تشتري بيت، وتقوم تدفع شهريا لهذا البيت للبنك، والبيت بعدين يصير ملكك. فهذا الشيء اكيد احسن من ما تدفع
ايجار بس البيت مو ملكك. فاكو هواي سوالف يعني اكو المان مثلا عندهم فلوس هوايه وبعدين دخلوا شغلات الاقمار. هنا عندنا هاي مات شغله كلش كبيره بالمانيا بعدين احكي لكم عليها، شغله مال الاقمار اللي يلعبون بالاوتومات، اكو مكاين يلعبون بيها مثلا ويخسرون فلوسهم كلها او الورق او من هاي السوالف. يعني اكو هاي السوالف. اذا هسه راح ننهي الحلقه بمعناها يعني مثل ما حكيت لكم بالنسبة للسيارة، بالنسبة للفلوس، بالنسبة للعيشة شلون عايشيها، أكثريتهم مو أغنياء وإنما ناس جدا بسطاء عايشين يعني على الطبقة الوسطى، مو على الطبقة الفقيرة ولا على الطبقة الغنية. أكو فقراء همات بألمانيا بس مو ألمان وإنما من غير دول، عرفت شلون؟ وأكو ناس أغنياء بس قليلين جدا، والأغلبية اللي هنا عايشة تقريبا في برلين وبألمانيا هم من الطبقة الوسطى، يعني مو من الطبقة الغنية ولا الفقيرة. أتمنى تكتبون تعليقاتكم وتعطونا لايك ومشاركة للفيديو وتكتبون شنو تريدون أصور لكم من ألمانيا أو عن شنو أحكي لكم هاي الحلقة. يلا تحياتي لكم، كان معكم أخوكم مصطفى من ألمانيا from Germany. تحياتي.